بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المتقدمة في التعامل مع أحد أهم برامج المونتاج على مستوى العالم، وهو برنامج شوت كات. يمتاز هذا البرنامج بأنه برنامج فري وير، برنامج مجانا مدى الحياة، لا يحتاج إلى سيريال نمبر أو كراك، يتم تطويره باستمرار، برنامج مفتوح المصدر متاح للجميع. هنتعلم النهاردة واحدة من المهارات المهمة جدا في مهارات المونتاج، وهي مهارة وضع فيديو داخل شاشة التلفزيون. أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف سوف تجدون الروابط الخاصة بتحميل هذا البرنامج، رابط لتحميل الإصدار التي نعمل عليها، ورابط آخر من الموقع الرسمي لتحميل أحدث إصدار. لا تنسونا في الدعاء. بداية هنحتاج صورة أو فيديو على أساس إن احنا نشتغل من خلال الصورة أو الفيديو. دولت هيكونوا عبارة عن كروما. فقدامك طريقتين، يا إما تخش على جوجل ومن جوجل هتبدأ تكتب لي كروما تلفزيون، كروما تلفزيون، تمام، شاشة تلفزيون، ونضغط على انتر. هيبدأ يدينا نتائج البحث. أذهب إلى صور، أذهب إلى صور، ومن خلال الصور هنبدأ نختار الصورة المناسبة اللي هيظهر جواها أو بداخلها الفيديو. هتكون نتائج البحث، ممكن أختار هذا الفيديو، أنا مفضلش ده. ليه؟ لأن أنت لما هتزيل هيظهر في كل اتجاه. ده أفضله ليه؟ لأن محتوى أو اللي داخل التلفزيون هو الشاشة الخضراء، وإحنا شغلنا كله على الكروما. يبقى ده ممكن، ديت ممكن، ده ممكن، ده ممكن، لكن ده انا استبعد دول. يبقى انا بختار ما يناسبني لفهمي. يبقى انا عايز تلفزيون محاط وبدخله جرين سكرين، شاشه خضراء او كروما، لان هيتم حذفها وظهور الفيديو داخلها وهو بيتحرك. دي طريقه، او ان حضرتك تذهب الى اليوتيوب وبنفس الطريقه. ثم بعد ذلك، بعد ما بنشغل بتشغيل اليوتيوب، هنجي داخلين في خانه البحث ونكتب تلفزيون، تلفزيون جرين سكرين، نختارها. يبقى احنا كده هنختار فيديو متحرك، ممكن بموسيقى، ممكن تلغي هذه الموسيقى. ابحث عن التلفزيون. يبقى انت دلوقتي الكروما بتاعتك اما انها تكون صوره ثابته او يكون فيديو متحرك زي هذا الفيديو، او هذا الفيديو بكل سهوله ويسر. ثم بعد ذلك هنقوم بتحميل الفيديو اللي بيحتوي بداخله على الكروما او الشاشه الخضراء اللي هيتم من خلاله عمليه التشغيل. اذا احنا اتعلمنا مهاره ازاي نحصل على الامثله اللي احنا بنتدرب عليها. هنرجع تاني للفيديو الخاص بينا. اول ما شغلنا الفيديو بتظهر شاشه الترحيب في البدايه، بتحدد مكان حفظ الملف اللي هيتم عمل مونتاج له، ثم هتكتب اسم لهذا الملف وليكن سميته تجربة 1 2 3. ثم هتختار الريزوليوشن او الفيديو مود، زي اما تسيبها اوتوماتيك البرنامج يقوم بتحديدها، يا اما ان حضرتك تبدا تختار. هنا انا اخترت اتش دي هاي ديفينيشن، هاي ديفيجن 720 بي اللي هي دي بي اي، 60 اف بي اس اللي هي 60 فريم بالنسبه للثانيه، ثم هضغط على ستارت. بعد ذلك هقوم باستدعاء الفيديوهات والخلفيات اللي انا هشتغل من خلالها. هنبدا نضغط على اداه الاوبن فايل، وهنبدا نختار بعض المشروعات، ثم نختار الكروما، سواء الكروما دي كانت صور او كانت فيديوهات تم اقتصاصها عن طريق برنامج الشوت كات للاستفاده منها في فيديو اليوم. اتمنى الكل يتدرب على هذه المهاره، مهاره جميله جدا ومتميزه وسهله ومباشره مع هذا البرنامج العملاق. هنبدأ دلوقتي نقوم بالفتح. انا عندي اهو شاشات كروما اهيت، وليكن هختار بعضها. ادي اخترت، ادي ثلاثة، همت ثلاثة يكونوا موجودين. يبقى ديت عبارة عن فيديوهات بجرين سكرين، وزي ما احنا شفنا عملية البحث في اليوتيوب. بعد ذلك تعالوا نبدأ نضيف بعض الفيديوهات مع حضراتكم. هيبدأ دلوقتي استدعاهم ووضعهم في خلال البلاي ليست، وانا هقوم بعملية ايقاف بالنسبة لعملية التشغيل الخاص بيهم على هذا
النحو، ثم بعد ذلك أذهب إلى أوبن فايل وأختار من مجلد آخر الفيديو اللي أنا عايزه يشتغل، وهنختار برضو الصورة. يبقى احنا اخترنا آدي كروما، ناخد من الكروما دهيت، هناخد هذا الفيديو اللي هي خلفية متحركة، هنفضل نضيفها دي اللي هيكون من خلالها الشغل الخاص بينا كمثال. بقول كمثال اهوت، وبعدين هيتم اعمل لها عملية ايقاف. ثم طالما فيديو واحد، هضغط واسحب من الميديا بلاير ويتم وضعها في البلاي ليست. ثم بعد ذلك اذهب الى الاوبن فايل وهنختار من هذا عندي اهوت، نبدا نختار من مجلد معين انا مجهزه. نشوف هذا المجلد مع حضراتكم، نشوف المجلد، مسميه انا تجربة شوت كات. هنبدأ نختار فيديو او فيديو هنا همت مع حضراتكم، تمام. ولو احنا عايزين نضيف الصورة، نبدأ نضيفها، نشوفها كده هل هي موجودة هنا ولا لا. لو الصورة مش موجودة ارجع تاني للمكان بتاعي وابدأ اختار هذه الصورة، نبدأ نشوفها كده مع حضراتكم. ادي الكروما بتاعت التلفزيون عندنا، ديت اللي هي الصورة سابقة. احنا اخترنا الصورة بالفعل قبل كده. بعد ذلك هذهب الى البلاي على التايم لاين، ومن التايم لاين ده هو لو ما كانش موجود او ظاهر يبقى من فيو هتظهره، او من شريط الادوات نذهب الى الاربع ازرة التالية الخاصين بالتايم لاين وهبدأ اضيف اد فيديو تراك، ثم بعد ذلك اقوم باختيار الفيديو اللي انا عايز اشغله. انا عايز اشغل الفيديو دهوت اللي هو خاص بالحصول على شهادة ادومودو مثلا، تمام. واقوم بالضغط والسحب والالقاء في التايم لاين الى ونقوم بعملية الضبط الخاصة بي مع حضراتكم. ثواني هيبدأ وضعه في التايم لاين، ده هيكون التراك الاولاني. هرجع بعد ذلك اضيف تراك تاني وليكن الصورة، يبقى هو هيشتغل من خلال هذه الصورة، او اضيف التراك اللي هو عبارة عن فيديو اللي هو الشاشة الخضراء، تمام. وبعدين نبدأ نتحرك نهوت على السكرول بار عشان نعرف بالظبط احنا واقفين فين مع حضراتكم. اهوت مظبوط، قريب، اجي سحبه كده بالطريقة دي كده، تمام خلاص. بعد ذلك هاجي ضيف تراك اخر من هذه القائمة المنسدلة، بس احنا نتأكد ان المؤشر بتاعنا في البداية هو موجود كده في الاخر. اضغط على الزر البداية، ثم بعد ذلك اضغط على الثلاث اسهم دولت واضيف اد فيديو تراك. هيتم اضافة تراك جديد فوق التراك اللي بيحتوي على الفيديو المراد تشغيله من خلال شاشة التلفزيون. ثم بعد ذلك اجيب الشاشة ديت اهيت اللي عبارة عن صورة، والصورة ديت في جزء منها بس اللي هو جزء اخضر بالطريقة ديت. ثم بعد ذلك هنبدأ نحركها بالطريقة دي كده، ونبدأ نكبرها بحيث انها تغطي الشاشة كلها او الحجم كله المراد تشغيله من خلال شاشة التلفزيون. اهوت نفنع على خط الفاصل ده ونضغط ونسحب، وهكذا بالنسبة لعملية الضبط. تعالوا هنا دلوقتي نبدأ نحرك المؤشر للبداية. كده نجحنا ان احنا يكون عندنا فيديو مراد تشغيله من خلال شاشه. ففي التراك الاولاني حطينا الفيديو اللي احنا عايزين نعرضه من خلال الشاشه، وفي التراك اللي هو الجديد اللي هو اعلى من التراك الاولاني قمنا باضافه شاشه ثابته او اضافه فيديو. بدانا باضافه الشاشه، ثم بعد ذلك تضغط على الفلتر، ومن الفلتر تضغط على اد، وبعدين علامه زائد، من علامه زائد هنختار الفيديو، ومن الفيديو هتبدا هنا مترتبه الفيباتيكال ترتيبها ابجديا اي بي سي. هنختار كروما، ونخليها الكروما سيمبل على هذا النحو وننتظر. هيتم الغاء او مسح الشاشه اللي باللون الاخضر ويتم وضع فيها الفيديو فقط زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بينا هنا هو تقدر تتحكم في عمليه المسافه وعمليه الابعاد والكلام. تعالوا بينا كده نشغل كده مع حضراتكم. يبدأ كده يشتغل. لو نزود السرعة شوية
هيبدأ يستعرض حاجه تانيه اهوت، يبدأ يتحرك. طيب ناخد مسافه تانيه وليكن هنا في المنطقه ديت، ونحرك شريط التمرير، ويبدأ شريط التمرير يتحرك مع حضراتكم. جبنا في المنطقة ديت اهوت، شايفين الفيديو ظاهر جوه شاشة التلفزيون فقط. تمام، هقوم بعملية ايقاف. تقدر تكبر الاثنين، تقدر تكبر الاثنين سواء الشاشة ديت او التلفزيون. لو حبينا نكبر التلفزيون بنضغط عليه فبيتم تحديده. وعندنا هنا اهوت في خانة المربعات اللي هي زوم، بتعلي هذه الخاصية، خاصية التكبير مع حضراتكم. بالضغط على هذه الخاصية في زر هنا هنبدأ نختارها، نخليها مثلا 200%، هيبقى الشاشة تكبر كده. وممكن أصغرها أخليها 100%، بتبقى بهذا الحجم. ممكن أخليها 50% أو أرجعها لحجمها الطبيعي. إذا تقدر تتحكم في كل طبقة أو كل تراك من التراكات بحيث إنك تغطي الشاشة الخاصة بحضرتك. دي فكرة من الأفكار. طب تعالوا نلغي ده عن طريق إن إحنا نحدده ونضغط ديليت، ونلغي نفس الوضع التراك الأول اللي هو تراك الفيديو أهوت. وتعالوا بينا نضيف فيديوهات جديدة، نضيف فيديوهات جديدة أو نضغط على البلاي ليست أهوت. عندنا هنضيف التراك الأولاني، آدي التراك الأولاني، وفي التراك الأولاني هنحط الخلفية المتحركة. نضغط ونسحب بهذا الوضع، يبقى التراك الأولاني. تمام، هيبدأ ينضاف. وتعالوا بينا للتراكات التانية لهيت، التراكات التانية ديت نحددها ونحذفها. نحدد هذه التراكات ونقوم بعملية الحذف على هذا النوع، كليك يمين ونعمل ريموف تراك. وبعدين في تراك آخر هضغط عليه كليك يمين وهعمل ريموف تراك. أصبح عندي فيه تراك واحد، أضيف تراك تاني، أضيف فيه تراك تاني، أدي آد فيديو تراك. هذه المرة هقوم باستخدام الفيديوهات اللي أنا عملتها من اليوتيوب، وليكن ديت أو ليكن ديت أهوت، وأضغط وأسحب على هذا النحو وأنتظر. إذا التراك اللي هو السفلي أو التراك اللي كان في البداية الأول هو التراك اللي فيه المادة العلمية أو اللي فيه الفيلم المراد تشغيله من خلال الشاشة. التراك الثاني الجديد هو التراك اللي هيحتوي على الشاشة الخضراء المتحركة أهو، نحركهم كده. تمام، وتعالى هنا أهوت في الخلفية دهيت برضو بنفس الطريقة، نتأكد إن احنا واقفين صح أهوت، نكون واقفين صح مع حضراتكم، ونحركه بحيث إنه يغطيها. تمام، خلاص هنبدأ دلوقتي نستخدم الكروما. هاجي جاي عامل ايه؟ بنفس الطريقة اضغط على فلتر، ومن فلتر اختار اد، ومن اد هبدأ اختار الفيديو اللي هي علامة الزائد ديت، ادي الفيديو. ثم هختار الكروما اللي هي كروما سيمبل، كروما سيمبل. هتلاحظوا ان هيتم وضع او اظهار الفيديو داخل شاشة التلفزيون القديم، وديت عبارة عن فيديو متحرك بموسيقى. هنبدأ نشوفها كده مع حضراتكم، نبدأ نشوفها مع حضراتكم اهوت. نضغط تاني على مادة الفيديو الأولانية ديت، وننفذ فيها هذه الخطوة، ننفذ فيها هذه الخطوة، لأن أنا ما قمتش بتحديدها في الخطوة السابقة، يجب إن احنا نقوم بتحديدها. ثم هنختار اللي هي الكروما كي، ونشوف الناتج هيظهر قدامنا ازاي بعد ثواني. هننتظر مع حضراتكم ونشوف الناتج هيظهر معانا ازاي. هنبدا نشغل. هنلاحظ ان الفيديو بالخلفيه المتحركه ظهر داخل الاطار او داخل شاشه الكمبيوتر. نبدا نسرع شويه،
تمام، ونشوف رد الفعل نسرع اكتر وهكذا. اذا كده احنا انجزنا العمل المطلوب. بعد ذلك بتقوم بتصدير هذا الفيديو عن طريق اكسبورت، ومن اكسبورت هتختار اكسبورت فايل، ثم هتحدد مكان الحفظ وتكتب اسم لهذا الفيديو او لهذا العمل، وبياخد امتداد MP4، وتعمل سيف وتنتظر الى ان يتم تصديره حسب مدته، ممكن 5 دقائق، 10 دقائق، نص ساعة، حسب حجم الفيديو قد ايه. اتمنى ان اكون وفقت في شرح هذه المهارة. تقبلت حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.